طيب مسألة الحروب الأهلية وما الحروب الأهلية حلك شنو؟ حل الدين. وأنا جاي أتكلم بآيات وأحاديث حيكون حل شنو يعني؟ لو جيت أنا ولو جا ولدي ذاته إن شاء الله يتكلم أو غيره، الموضوع محسوم يا أخوانا. النبي صلى الله عليه وسلم قال في أكبر مجمع اجتمع فوق المسلمين كلهم، قال إن دماءكم، إن ده حرف توكيد ونصب، وإن التقيلة دي تدل على شنو يا أخوانا؟ توكيد تقيل كمان لأنها مشددة. قال إن دماءكم، دماءكم دي معناها شنو؟ معناها النفوس مش يا أخواننا، ولا في حاجة تانية؟ مش يا بيخش فيها الحروب الأهلية أو غير الأهلية ذاته بتخش فيها، عشان ذاته الزول ما يكون نظره قاصر للأهلية بس. الإسلام ده بحل عليك أي حاجة، أهلية ما أهلية، رفتة عامة خاصة، كلها بتخش. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن دماءكم، مش أنت مسلمين؟ الأهلية دي المسلمين هاي، العالمية مسلمين هاي بيخشوا في الكلام ده. إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا يوم العيد، في شهركم هذا ذي الحجة، في بلدكم هذا مكة. تاني في كلام يا أخوانا، يبقى الموضوع ما داير لي نقة طويلة وكذا واستضاح وبتاع تجرة وتجي، حتى لو أنا ما حاضر الموضوع ده مقرر عند المسلمين، ولا في زول مسلم ذاته نصيح بيشك في الموضوع ده. فالدين يا أخوانا حرم الموضوع ده، والنبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الظلمة فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من كانت له مظلمة لأخيه في الدنيا فليقتص منه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن لا يكون درهم ولا دينار، فإن وفت حسناته فذاك، وإلا أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. ويأتي القاتل والمقتول يوم القيامة، يوم القيامة يأتي القاتل والمقتول، فيتشبث المقتول في القاتل فيقول يا رب سله فيما قتلني. الشريعة يا أخواننا هونت من أمر الدماء. ربنا قال ومن يقتل مؤمنا في صورة النساء، في صورة النساء، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه شنو؟ جهنم خالدا فيها. بل لو كان الإنسان ده كافر عديل أو كان مؤمن، قتلته هو مؤمن معك في الإيمان، لكن كان من قوم عدو ليك فإنت تدفع عليهم ديته لأنك قتلته خطأ، ما قتلته عمد، قتلته خطأ، عرفتها؟ فدي أحكام الدماء. الشريعة الإسلامية حرمت الدماء، حرمت الأموال، فده محسوم. ده نمرة واحد. نمرة اثنين يا أخواننا، ما شرط إنه أنا في المحاضرة إلا أذكر الدين كله، ما شرط، وإنما أذكر ما تيسر. والدليل على ذلك حديث العرباضي بن سارية رضي الله عنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت منها القلوب، ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال أوصيكم بتقوى الله. ودائما الإسلام مبني على كلام بسيط في فوائد وعبر عظيمة، لأنه هنا من باب التذكير، أنه ربنا قال وذكر فإن شنو الذكرى تنفع المؤمنين، عرفتها؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أوصيكم بتقوى الله، والتقوى يدخل فيها التوحيد، لأنه ربنا عز وجل قال في القرآن وإن إلياس لمن المرسلين إذ قال لقومه ألا تتقون تدعون بعلا تنادوا غير الله، برعي صايم ديمة الختم غيره من الجماعة اللافين في السودان، وديل أولياء بتاعين إبليس، أطمنك من هسي، ديل أولياء بتاعين شياطين. إذا كان الختم بيقول أنا الجليس على العرش المحيط كما أحط بالغيب تفصيلا وإجمالا، وإذا كان البرعي بيقول للأولياء بتاعينه إذا شئتم شاء الإله وأنكم تشاءون ما قد شاء لله دركم. قال الأولياء بتاعنا نديل البشاو الله هم ذاتهم بشاو، وربنا قال وما تشاءون إلا يشاء الله رب العالمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم وصاهم بالتقوى، ووصاهم بالسمع والطاعة. قال وإن تأمر عليكم عبد حبشي. طيب هل عبد بمفهومنا نحن الخاطئ عند كثير من السودانيين؟ كثير من السودانيين بيتعاملوا بمفهوم خاطئ لكلمة عبد، والناس إذا ما بقى الصريحة ما بتحل مشاكلها، ولا جنو يا أخوان؟ خلاص. فعبد في الشريعة الإسلامية العلماء قالوا هي صفة حكمية بيوصف بها الإنسان إذا أسر في الحرب بين المسلمين والكفار، ولو كان هذا المأسور قرشيا، لو كان من قريش عرفته وقبضوه في الحرب كافر، ده بيبقى اسمه شنو؟ عبد. لكن التنابز اللي بيحصل بين الناس والمسلمين ده كلام باطل، وده كلام بتاع جاهلية.
والنبي صلى الله عليه وسلم قال لأبو ذر لما قال لبلال يا ابن السوداء قال أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ شنو فيك جاهلية. ونحن السودانيين ديل كلنا سود بالمناسبة، عشان السودان يخش جامعة الدول العربية خشينا بالواسطة، ما عندنا حاجة. ما يجي واحد يقول لك أنا، ويجوك الختمية يقول لك أنا جدي الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنت أبو لهب ما عنده تراب عشان تجي تكذب علينا. فده كله كذب سايا يا ناس، ده كله شغل بتاع لعب، عرفتها؟ فنحن ما والله ما بنتشرف بشيء من غير الدين، بالعروبة من غير الدين ما بنتشرف به. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال يا أيها الناس إنا خلقناكم شنو من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ده المفروض يسود بين الناس، والمفاهيم زي دي مفروض تكون معروفة يعني، خاصة في جامعة زي جامعة القرآن الكريم. أما العلمانية دي كفر بالله، زول الدار يكفر بالله يبقى علماني. ليه؟ لأنه انت واحد من اثنين، يا تبقى على الإسلام عديل، والله أنا ده كفلان ده أنا كنفسي كده لو بقيت على الدين ببقى عليه عديل، والما قدرت عليه وبقول الله يغفر لي. لكن أجي أقول صاح العلمانية ما عنده مشكلة مع الإسلام، والإسلام ما عنده مشكلة مع، عمل لي خلطة كده في النص ما بعملها والله. يا بقيت كافر عديل تب مركت بغادي بعدين ترجع نار جهنم، ولا بقيت مسلم عديل تعمل للصالحات وترجو رحمة الله. لكن الإنسان مرة بيجاي أنا علماني ومرة بيجاي أنا مسلم، دي ما بتجي، ده شغل بتاع نفاق. عشان كده ربنا عز وجل قال أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. العلمانية بتؤمن بالمواطنة، مثلا أديك حاجة واحدة من حاجات العلمانية، بتؤمن بالمواطنة إنها أساس في الحقوق والواجبات. يعني أنت سوداني بغض النظر عن دينك، ونحن طبعا ما عندنا مشكلة بغض النظر عن اللون، بغض النظر على القبيلة، دي صح ما فيها مشكلة. الناس في التعيين في الرئاسة في غيره ما تعين للون، ما تعين للقبيلة، صح تعين لشنو؟ للمؤهلات بس، ده صح. ده في زول بيختلف فوقه ما في زول بيختلف فوقه، ولا الإسلام ذاته اختلف فوقه، عرفتها؟ فأما مسألة الدين فنحن ده عندنا فيه رأي كبير جدا. زول ما بقى مسلم ما بتساوى مع المسلمين في الحقوق والواجبات نهاية. والكلام ده مش المسلمين برام، الكفار ذاته شغالين بيهم. الليلة انت لو ما بقيت نصراني وفي النصارى بروتستانت، لأنه النصارى ثلاثة فرق، كاثوليك وارثوذكس وشنو وبروتستانت. انت لو ما بقيت من البروتستانت ما بتبقى رئيس في أمريكا. أهالي الناس ما بتكورك في أمريكا اضطهاد وهنا تكورك اضطهاد. فنحن هنا ما بينفع معانا غير مسلم. وربنا قال ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين شنو سبيلا. فربنا ما جعل لهم سبيل علينا نحن ولاية. ولذلك العلمانية بتقول إنه الناس كلهم سواسية قدام القانون. انت لو دار تبقى علماني جد في آيات من القرآن تشيلها تجدع برا. ربنا قال أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. يعني ما بتساوى المسلم مع المجرم اللي هو الكافر. وربنا قال ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. فزول يا أخواننا يبقى صريح يقول نحن عديل ما دارين دين، مش يعمل المشكلة مع السلفيين أو مشكلة مع ديل أو مع ديل أو مع كيزان أو مع غيره. أنت عارف أي حزب عارفه وعارف المرجعية في الدين، إنا للكيزان لا أنصار السنة لا داك لا داك، وإنما المرجعية هي شنو يا أخواننا؟ القرآن والسنة بفهم الصحابة، دي المرجعية وده الحل. عشان ما زول يا أخواننا يتخذ وسيلة في ناس يغشوك الكيزان سووا 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 كيزان الدين. إذا اختلفنا في حاجة هل نقول ماذا قال الكيزان؟ أسألكم بالله بقروكم كده أنتم؟ خلاص طيب، ودي ذاته ما دار لا ذاته فهم، دي كلام ذاته عجيب ذاته، عرفتها؟ فالزول يا أخواننا لو بقى علماني حيخلي شنو؟ حيخلي الدين والإسلام. الزول يا يبقى على الدين نجيط يا على العلمانية نجيط. وإحنا دارين النقاش يكون في الموضوع ده، في العلمانية في الأفكار.